اهلا بيكم في حلقه جديده من سفره دايمه. سفرتي النهارده لايقه على موسم الصيف، موسم السمك. خلاص بقى يعني وقت الساحل جه، وقت السفر، كلنا هناكل سمك بعد العيد طبعا. فعايزه احضر معاكم الاسبوع ده اكلات تكون بعد العيد، والاسبوع الجاي نبتدي نعمل اكلات لايقه على العيد. كل سنه وكلكم طيبين. نعمل بقى اللحوم والطواجن وكل حاجه ليها علاقه باللحمه، فقلت نخفف شويه بقى الاسبوع ده، نعمل حاجات كده سريعه وسمك وحاجات كده تكون لايقه على الصيف اكتر، عشان الناس اللي هتسافر بعد فتره العيد تكون عندها فكره عن وصفات مختلفه تعملها في وقت سريع، لو حتى جوه السفر او لو في مصر عادي وهم موجودين في البيت. في نوع سمك انا بفضله جدا علشان فيه صوص حلو وفي نفس الوقت فيه خضار ومشوي، وممكن يكون لايق جدا على الناس اللي عامله دايت. عندي النهارده سمك سنجاري. السمك ده من احلى انواع الاسماك لانه فيه صوص صلصه حلوه قوي وفيه شويه خضار مشوي على الوش، فمش بنحس ان الموضوع ساده كده. يعني في انواع اسماك لما بنعملها بنحس انه ما فيهاش طعم قوي. السمك ده من انواع الاسماك اللي فيها طعم قوي جدا وفي فوائد حلوه قوي هنتكلم عنها واحنا بنطبخ السمك. هستخدم للسمك السنجاري سمكه أروس، عايزاها متوسطه مش كبيره جدا ومش صغيره. هتبله بربع كوب زيت زيتون او زيت عادي، افضل زيت زيتون. في الاسماك عامه بنفضل دايما زيت زيتون. عندي معلقه كبيره كزبره ناشفه، معلقه كبيره كمون، معلقه كبيره ثوم مفروم وشطه او هريسه يا ده يا ده، 2 معلقه صغيره مستارده. تفرق قوي 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 في طعم السمكه دي، يعني ممكن تحسوا انه مستارده حاجه مش ملهاش علاقه، لا بنتبل بيها السمك. المستردة من الحاجات اللي بتدخل في تتبيلات السمك في كل المطاعم. ملح، فلفل اسود، عندي ليمون طبعا عشان زفارة. بعدين هاجي بقى هحشي السمك ده بايه. عندي معلقة كبيرة صلصة طماطم جاهزة هدي بيها لون وصوص حلو للخضار، ربع كوب جزر مبشور، ربع كوب بصل، ربع كوب فلفل الوان، ربع كوب طماطم، ربع كوب شبت مفروم، شبت او كرفس، وردة للأرضية بتاعت السمكة بتاعتي. اول حاجة هعملها ان انا هجهز تتبيلة السمك بتاعي. يعني اول حاجة اهتم بيها ان السمكة تاخد طعم حلو من جوه ومن بره ويبقى طعمها ظريف، ما تبقاش حاجة سادة كده. فهحط زيت زيتون او عادي، وعندي هنا المسترد بتاعتي، ودي هتديكم طعم كده لاذع شويه كده حلو قوي كانكم حاطين خل. وحتى في السمك الفيليه او في اي نوع سمك تاني لو حطيتوا معلقه صغيره منها وانتوا بتتبلوا اي سمك بتديله تيست مختلف جدا ولون وبيكون حلو قوي. رشه بسيطه من الشطه. الكزبره مهمه قوي بقى في السمك عامه، من الحاجات الرئيسيه في السمك. الكمون لو حد مش بيفضله ما يزودش قوي. رشة فلفل اسود، وعندي الملح بتاعي. طبعا كل التوابل اللي انا بقولها دي حسب انتوا بتفضلوا قد ايه من كمياتها، كل حد بيبقى حافظ بيحتاج قد ايه ملح، بيحتاج قد ايه شطة، بيحتاج قد ايه فلفل، بس دي المكونات الرئيسية. مقاديرها كمياتها قد ايه حسب انتوا متعودين على ايه. دي كده التتبيله بتاعتي، تتبيله بسيطه وسهله. بقلبها كده كويس، ادخلها في بعض. وزي ما قلت لكم لو اليوم ده اللي انتوا هتعملوا فيه السمكه دي، مثلا هتتبلوا جمبري، هتتبلوا كابوريا، هتتبلوا اي حاجه، ممكن تعملوا كميه كبيره من نفس التتبيله دي وتتبلوا بيها كذا نوع سمك مش السمكه دي بس. بلبس بقى دلوقتي جلوفز. وابتدي اول خطوه اتبل السمك. طبعا الاكله دي بقى فيها اوميجا 3 وفيها فيتامين حلو قوي. والناس بقى اللي عامله دايت وقت الساحل بقى كله بيحب يظبط جسمه، بنات واولاد، او الناس اللي بتحب تخس عامه في وقت الصيف عشان اللبس بيكون اضيق من الشتوي، الشتوي بيداري. دي اكله حلوه قوي، حتى لو رحتوا الجيم وسالتوا اي مدرب او اي حد تغذيه بتتابعوا معاه هيقول لكم ان السمك بكل انواعه بدل مشوي مفيد وفيه بروتين حلو وما فيهوش دهون وبيساعد انت تشبع
ممكن يكون بيعطش شويه تعوضه بميه، بس في الاخر هو مفيد جدا في كله. انا من وانا صغيره بحب اعمل السمك اللي بالصوص ومشوي وكده، ما بحبش قوي المقلي، بس مامتي هي اللي شاطره قوي بقى ان هي تعمل لنا السمك المقلي. شفتوا بقى انا بعمل ايه دلوقتي؟ بحط على باقي التتبيله الخضار اللي هحشي بيه السمك عشان يبقى ليه طعم، مش عايزاه يبقى ساده. انا اخدت جزء من التتبيله تبلت السمك، والجزء الثاني نزلت عليه بالخضار بتاع الحشو. طبعا مش هحط الشبت عشان الشبت اي حاجه هتنزل عليه هتخليه سمر. هشيل بس دول كده. اختي بقى شاطره في هي تدوق كل انواع الاسماك، بتحب السمك قوي كل انواعه. احنا عملنا التتبيله تمام، اخدنا جزء منها تبلنا السمك زي ما انتم شايفين كده فردته. انا افضل تقفلوها في فويل او بستريتش وتدخلوها التلاجة تقعد تشرب التتبيله شويه، يعني بلاش ان احنا ايه زي ما انا هعمل دلوقتي كده عشان الوقت، سيبوها تقعد ان شاء الله نص ساعه بس تحس بالتتبيله. وعندي هنا حطيت باقي التتبيله، حطيت عليها الحشوه كلها ما عدا الشبت، يبقى انا كده ناقصني احط الرده تحت واديها وش على الجريل، واحط الخضار بتاعي ادخلها الفرن. وجبه سهله وسريعه وما فيهاش اي تعب. بس بعد الفاصل ده على طول استنوني. ورجعت لكم بعد الفاصل. وريحه الثوم مع الكزبره يعني مش عايزه اقول لكم ريحه حلوه ازاي. ريحه الاسماك عامه لما بندخل اي بيت بيبقى فيه تحمير سمك او سمك كده، الرده بتاعته مع الثوم، الثوم بيبقى عامل ريحه خطيره، يعني الثوم بيدخل في طشه في تتبيل في اي حاجه بيخلي الريحه حلوه جدا. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هبتدي احط شويه زيت واشوح الخضار بتاعي لوحده كده قبل ما ادخله الفرن. ليه بنعمل الحركه دي؟ ليه مش بنقول ان السمك وهو داخل بالخضار كله يستوي مع بعض؟ عشان السمكه دي ما بتاخدش وقت تسويه كبير، فلو ما شوحناش الاول ودخلنا عليها الخضار ني ممكن يطلع يبقى لسه عايز تسويه والسمكه تكون استوت. فتفضلوا سايبين السمك وقت كبير عشان تلاحظوا التسويه من الخضار، فالسمك يتهري فيطلع كده مش فريش وحلو، فاحنا عايزينه لحد الاخر يطلع مظبوط. وهعمل ايه دلوقتي؟ هاخد السمكه هقلبها كده على الناحيه الثانيه واحط لها رده بسيطه قوي. بندهنها كده زيت مش كتير خالص. اللي عامل دايت بقى هيعمل ايه؟ هيعملها كانها بالزيت والليمون، مش هيحط رده تحت، مش هديها خطوه الرده دي خالص، هيعمل كل الخطوات اللي انا بعملها من غير الرده، مش هتفرق في حاجه كبيره قوي. انا عاملاها يعني شكلا وان انا احس بالطعم المشوي، لكن مش لازم، مش حاجة إجبارية ولا حاجة هتغير الطعم معاكم. عشان الناس اللي عاملة دايت ما يحسوش ان احنا طول الوقت بنعمل وصفات فيها زيت ودهون وكده، مفيش مشكلة. السمكة السليمة. يعني لو لاحظتوا ان انا لما جيت اعمل السمكة كان لونها وردي كده فاتح، احنا طبعا غسلناها بملح وخل ودينا لها ليمون وكل حاجه عشان الزفاره بتاعت السمك بتخلي طعمه طبعا يبوظ خالص. فعايزاكم برضو لما تيجوا تشتروا سمك لو لقيتوا لونه غامق كده اعرفوا ان في حاجه مش مظبوطه والعين كده تبقى بتلمع كده. حط كده نديها ايه طشه اولانيه كده. وصفه يعني اسهل من سهوله، بس عايز اشوح الخضار تشويحه بسيطه مش صعبه، مش عايزاه يتهري، عايزه بس ياخد ريحه النار كده، حاجه بسيطه جدا. سيبها بس لحد ما تاخد لون كده، فانا كده يعتبر عامله نص تسويه لكل حاجه، يعني السمكه بتاعتي واخده وش تحت حلو قوي فهتساعد ان التسويه في الفرن ما يطولش قوي. وعندي الخضار شبه متشوح، مش متشوح 100%، لما يدخلوا بقى مع بعض الفرن مش هيطولوا خالص، فدي تبقى حاجه كويسه انه ما نطولش في الطبخ.
هطلع فاصل سريع، تكون السمكه اخدت وش من تحت ويكون الخضار اتشوح نص تشويحه كده، وارجع لكم بقى نرص ونعمل شكل سفينه وندخل الفرن بعد الفاصل ده على طول. استنوا. ورجعت لكم بعد الفاصل، وعايزين بقى نكمل الحشوه بتاعه السمك السنجاري. بس قبل ما نكمل الحشوه عشان ما تتلخبطوش، عايزين نعيد تاني مع بعض. تبلنا السمكه بايه وعملنا ايه؟ كان عندنا زيت زيتون او زيت عادي، حطينا عليه البهارات بتاعتنا كلها اللي هتنزل على الشاشه دلوقتي، قلبناها في بوله لوحدها مع ليمون مع المستردل، الحاجه البسيطه قوي، مع التوم مفروم. دهننا بيه السمكه من جوه مش من بره. بعدين قلبنا السمكه بعد ما تبلناها، عملنا فرشه زيت حاجه بسيطه جدا زيت، ورشيناها رده. ودلوقتي انا بسويها نص تسويه على الجريل بتاعي. اخدت باقي التتبيله بتاعت السمك نزلت عليها بمقادير الحشوه بتاعتي اللي هي كانت طماطم وجزر وفلفل الوان وشبت. ما حطيتش الشبت عشان هحطه بس قبل ما تدخل الفرن عشان ما يسمرش. دلوقتي انا هحط صلصه معلبه معلقه واحده، تعمل معايا صوص طماطم. اللي عايز خضار بس ومش عايزه يكون فيه صلصه خالص مش مشكله خالص. اول بقى ما بعمل سمك دكتور وليد هندي لازم يكلمني على طول. ازيك يا دكتور؟ يا نوره مساءك سنجاري. عامل ايه يا دكتور؟ ايه الاخبار؟ منوره دايما. وبعدين انت ايه اللي دخلك على الاكل البحري بتاعنا بقى؟ لا ما لازم بقى التصريح الاول بقى يا نوره، الصيف جه ولازم اسافر بقى على الهوا. مش والله جميل انك متفاعله مع الناس ومع ظروفها الاجتماعيه ومع المناخ الجغرافي. ايام الدراسه بتعمل لنا حاجات خاصه بالاولاد، ايام الاختبارات في الصيف بتعملي اكل صيفي، في مدخل الشتاء بتعملي الاكل اللي بيدفي الواحد ويديله الطاقه. والله يعني بجد انا سعيد ان انت عارفه بتعزفي على نار هاديه. يعني انا اول مره اشوف شيف بدرجه فنان بدرجه عازف. اشكرك يا دكتور اشكرك. بس هو الاكل فعلا مواسم، يعني الاكل كل موسم وليه اكله. يعني احنا دلوقتي داخلين على الحوم اعياد، فالاسبوع اللي قبل العيد ده المفروض الناس تفضل تاكل في اسماك عشان لما تيجي تاكل اللحوم تحس ان في حاجه مختلفه. بعد العيد نرجع تاني للاسماك وللفراخ. صحيح. قصدي طبعا ما فعلا الاكل مواسم والاكل ثقافات، يعني دي حته مهمه. يعني حتى طريقه اللحم اللي احنا بناكلها هنا مثلا في مصر بالظبط بتختلف عن اخواتنا في ليبيا، بتختلف عن اخواتنا في السعوديه وهكذا. ايوه فاكيد ثقافات. وبعدين يعني اللي عجبني في اكله السمك النهارده ان السمك ده اصلا موروث ثقافي، يعني مش مجرد اكله، هو موروث ثقافي. انتوا في اسكندريه بقى ايه اللي اخترع فكره السمك السنجاري؟ والله احنا السمك في اسكندريه الاكيله بتوع السمك، الناس القديمه مش بتاكله سنجاري، بتاكل السمكيه مقفوله زيت وليمون. انا بحبها كده، بحس ان هي تاكلها كلها. ايوه ومليانه فوايد يعني. ايوه بتبقى جميله. ومع السنجاري بقى احنا عرفناه يعني من الفرناجه بقى، الناس اللي بيجوا بقى من القاهره والناس الجميله والناس اللي بتصيف الاجانب بقى. والاجانب بقى طبعا يجي يقول لك ايه احنا عاوزين سمك السنجاري. ايوه بتبقى فور فن يعني. بس انا بحس المقفول ده شويه ساعات بيبقى زفر اكتر من اللي واخد تتبيله وصلصه والكلام ده. طبعا ولكن انت لو حطيتي عليه ليمون كويس اعتقد يعني لو اتغسل كويس ملح واتغسل كويس طبعا بتفرق كتير يعني. بيظبط طبعا بيظبط. ولكن هو في كل الاحوال يعني في كل الاحوال السمك اي حد بيسمعنا ما هوش ليه فوائد يعني غذائيه وبس، ده كمان ليه فوائد نفسيه. ايوه دي اهم حاجه بقى، بما انك شايف يعني حاجه ما بقتش كويسه طبعا، نفسيه الناس بقت تعبانه فالجرايم زادت، فعايزين بقى نشوف ايه الحاجه فعلا تظبط وتخلي الناس كده حاسه بمزاج حلو. يعني انا بنقول لهم دايما خليكم حريصين على اكله السمك ان شاء الله حتى مره واحده في الاسبوع، وده مهم ليه؟ لانه بيمنع مرض الزهايمر. أوكي. او بيقلل من اعراضه من اعراض الظهور بتاع الشيخوخه، بيقلل من تدهور وظائف المخ، فبيخلي الادراك عند الانسان عالي والتذكر والانتباه، ودي كلها عمليات عقليه مطلوبه جدا في السن الكبير، فده مهم. بس يعني ما بيعملش شويه كسل؟ انا مش عارفه ليه لما باكل سمك بحس بخمول كده او حاسة عايزه انام. الكالسيوم والفوسفور لما يبقوا عاليين قوي دماغك تتقل فعلا. بس عارفه بقى لو حبستي بواحد شاي اسكندراني طبعا بالنعناع بقى. ايوه بالنعناع بقى. ولو احنا واقف عند فاطمه في مرسى مطروح ولا بقى الارياف يقول لك اعملوا زرده. زرده يعني جميل. ايه؟ زرده يعني بيتغلى منه فيه نعناع بالشاي بالسكر براد بكل حاجه. اسمه.
برات شاي زردة ونشربه كده. شفت بقى انا عارفه كل حاجه ازاي؟ نوره نوره بقى هنقول لها ايه. بشكرك يا دكتور جدا. انا اللي بشكرك. مبسوطه سمعت صوتك. وعاوز اقول بس معلومه اخيره، ان اللي عنده اكتئاب بياكل سمك كتير زي ما عامله نوره كده، ويبقى يجي بقى اخر الصيف ان شاء الله. طبعا، لانه بيفرق كتير جدا في اوميجا 3، الاحماض بتاعته بتعمل شغل عالي جدا في مقاومه الاكتئاب. بشكرك يا دكتور جدا على معلوماتك، وبشكرك جدا على مكالمتك واستضافتك. ميرسي يا دكتور، ميرسي لدعمك الدائم للبرنامج ولمعلوماتك المفيده. الاكل الصحي بيعمل نشاط، بيخلي البني ادم عايز يصحى، عايز يشتغل، عايز يبتكر، عايز ينتج حاجه، ما يفضلش نايم، ما يفضلش في خمول، بالذات مع الحر ده. الحاجات الثقيله الموضوع ما بيبقاش ظريف خالص، يعني مع الحر نقعد نزود في دهون وتسبيك وسمنه. انا عارفه الاكل ده طعمه ممتع، بس ممكن ننظمه، يعني مش لازم طول الاسبوع يبقى اكل مليان دهون، ممكن يبقى 5 ايام ويوم اكل مسبك، فيفضل جسمنا شكله حلو، ويفضل برضو نفسيتنا تبقى راضيه كده عننا، ونحس ان احنا عندنا نشاط وصحه حلو. زي ما انتم شايفين كده، السمكه اخذت نص تسويه، حطيت ورق زبده وعليه زيت عشان مش عايزاها تلزق، وادخلها عليها ورق زبده وزيت تاني، ورق زبده وفويل. بعد لما تستوي 15 دقايق، من 15 دقايق هفتح واشغل الشوايه تاخد وش بسيط بس. وعايزه بقى دلوقتي اعمل شكل السفينه بتاع السمكه السنجاري. فزي ما انتم شايفين كده، انا بحط ورق زبده تحت وبعدين بحط فويل. انا مش بحب فكره الفويل يبقى على اي حاجه، لحمه، سمك، فراخ مباشر، لانه ساعات بيلسوا على الحاجات كده، وهو مش اصح حاجه. فلو ورق زبده وبعدين فويل يبقى افضل، وبعدين بتتحكمي في نقلتها حتى اكتر، يعني انت عامله طبقه تخليكي تتحكمي في نقلتها، ما تتكسرش منك او تتقطم. باخد السمكه كده وانقلها الناحيه الثانيه على الفويل على طول كده. انا مش لابسه جلوفز بقى عشان عايزه اتحكم فيها براحتي، تمام. النقلات بس بالزيت، يعني نحاول ان احنا نبقى مركزين علشان ما تتبهدلش يعني. بعدين دلوقتي البس بقى جلوفز وابتدي اعمل شكل اللي معروف بيه السمك السنجاري. ممكن ناس تبقى مش هاممها قوي فكره الشكل، فتحطها على ورق زبده زي ما انا كنت عامله الاول، وتروح حاطه فويل فوق برضو عادي، يعني مش هيفرق قوي في الطعم. هو مجرد شكل احنا متعرف عليه من المطاعم ومن اسكندريه، وشكل حلو يعني الصراحه، بيدي احساس البحر والسمك وكده، فهو ظريف لو عملناه زي بتاع بره حلو. بس يا ريت مش اول ما تطلع من الجريل تقعدوا تنقلوا فيها عشان ما تتقسمش. انا يعني بنقلها، هي سخنه جدا عندي، سيبوها بس تبرد حاجه بسيطه جدا. لفظ ده خنقه كده، نشيله ونشتغل. نعمل ايه بقى؟ هنطبق كده، وده كده بعمله شكل مثلث لفوق كده، تمام كده. وبعدين بجيب ده كده واعمل شكل السفينه واقفلها على بعض كده. اعتقد كلنا عارفين المنظر ده وحافظينه، ده طريقه السمك السنجاري بره، بيكون الشكل السفينه بالمنظر ده. بصوا، وبعدين باخدها بقى خلاص، بدل في فويل اقدر اشيلها بسهوله جدا، اعمل كده وادخلها الفرن، تقعد على 180 اقل من 15 دقيقه. نقفلها تاني فويل من فوق ونشيله بعد 5 دقايق، او نسيبها مفتوحه الاثنين عادي، ما بتفرقش كتير قوي. وبعدين اخر 5 دقايق نسيبها تحت الشوايه. بصوا بقى، بعد التسويه بتلاقوا بقى الطماطم دخلت مع الخضار، كله دخل في بعضه كده وبقت بالمنظر الجميل ده. نحطها على طبق طولي كده عشان تتقدم بنفس المنظر، ونأكد برده تاني على القفلات بتاعتها. وزي ما انتوا شايفين لونها فاتح وحلوة، عاملة زي بتاعت اسكندرية على رأي دكتور وليد. ورقة الزبدة بقى هتخليكم من تحت ما تحسوش بأي لسوعة فيها. بصوا المنظر بتاعها جميل ازاي. هقدمها دلوقتي كده، نكون عملنا مع بعض النهاردة سمك سنجاري زي بتاع اسكندرية، واحلى كمان وبيتي فيش اي وقت، مع طحينة وسلطة بلدي وشوية جرجير، تكون وجبة حلوة قوي قوي. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وتقولي لي رأيكم على السوشيال ميديا، وتستنوني في حلقات جديدة دايما من سفرة دايما. شكرا.